حديثنا اليوم عن قطاع الاتصالات، الفضائح اللي عم نسمعها كل يوم على لسان المسؤولين وخصوصا لجنة الإعلام والاتصالات في المجلس النيابي. فضائح يعني بالجملة والمفرق، وما بنعرف ليش هالمسؤولين عن الفضائح لهلأ يعني ما في محاسبة لإلهم، خصوصا أنه في ملفات قضائية بهالقطاع اليوم بالقضاء. أنا اليوم بدي رحب بضيفي الخبير بقطاع الاتصالات مجدي عارف. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. اليوم يعني طوشوا دينين المستمعين وانت وانا وكل المواطنين كل يوم عن فضائح الاتصالات وهالقطاع قديش في فساد. بداية خلينا نفرق، في عنا نوعين اليوم من الاتصالات، الثابت والخلوي. اثنين فيهم فضائح مجدي؟ كله يطو في فضائح اليوم. كله فاليوم الفساد بقطاع الاتصالات بالخلوي وبالثابت والانترنت. نعم. فعم نشوف هالشي من خلال التوظيفات العشوائية، عم نشوف هالشي من خلال الاستثمارات اللي كان في القطاع الخاص يعملها وما انقبل انه تنعمل، وعم نشوف هالشي بالمباني الجديدة الغالية اللي عم تكلف الدولة كتير مصاري. فهل في مردود لهالشي ولا هل هو سلعة سياسية اليوم عم بتداولوها مشان يحققوا مصالحهم الخاصة؟ وفوق هالشي المشكلة الأكبر انه اليوم صار عنا سوق خدمة كبير، يعني سواء كان بالخلوي أو بالإنترنت الأرضي عم يعمل مشاكل كبيرة. اليوم مرتبة لبنان بالإنترنت الأرضي 168-176، يعني نحن اليوم سرعتنا 6 ميجابت بينما في دول تانية 2000. هلقد في فرق شاسع بين خدماتنا، يعني نحن عنا أغلى كلفة وأقل مردود للخدمة للعالم. يعني نعم. اليوم الناس عم بياخدوا أقل خدمة، وهذا الشيء كتير بيأثر على كل الناس، خصوصي الشركات اللي هي بتعتمد صارت اليوم على الإنترنت. طيب اليوم خلينا نحكي عن عناوين الفساد اللي انحكت أكثر من مرة عبر الإعلام. قلنا شراء الأبنية، هل يعني شراء المبنى كان أخيرا هو اللي فتح ملف الاتصالات على مصراعيه، أم أنه نحن من سنة لورا يعني لجنة الإعلام والاتصالات البرلمانية كانت عم تحكي دايما عن الفساد بقطاع الاتصالات وفي ملفات بالقضاء بهالشأن؟ على طول بيطلع عنا بأخبار بهالقصص، وعلى طول حيطلع عنا لقدام لأنه هيدا مال عام، فمال العام على طول عبرة لأنه ينسرق لأنه يكون محاصص سياسي. واليوم شفنا أنه بطل محاصصة لفريق واحد، صار كل الأحزاب عم بيتفقوا وعم بياخدوا كل واحد حصته. طب وين الفساد اليوم بالشركات؟ اليوم يعني بشركات العالم بيكون في عنا يعني شركتين، نحن مشغلتين، بيكون في 70% للدولة 30% للشركات. شو اليوم الواقع اللي عنا؟ اليوم بالعالم كله يتوصل عنا القطاع الخاص هو بيستلم قطاع الاتصالات كله، ما في دولة بالعالم بقى هي بتستلم قطاع الاتصالات إلا كم دولة اللي هن بيكونوا دول شيوعية مش دول مثل لبنان أو دول متطورة. فبيكون القطاع الخاص هو مستلم، هو بيحدد الأسعار وفقا للمنافسة. اليوم نحن في عنا قانون كتير مهم، هو قانون 431. هذا القانون وضع بال2002 ولهلأ ما تنفذ. بخصوصا الهيئة الناظمة. مزبوط. الهيئة الناظمة هي هدفها تعمل منافسة بالسوق، وهي تتأكد أنه ما في سعر عالي للمواطن، وتتأكد أنه أحسن خدمة متوافرة اليوم. بس للأسف الهيئة الناظمة اليوم عم تنخنق. نعم. وغير موجودة. آخر رئيس للهيئة الناظمة استقال وقال بكتاب استقالته أنه اليوم نعمل كل شيء فيهم السياسيين لحتى يخنقوا هيدي الهيئة ولحتى أنه ما تتطور. فهو بالأساس لازم يكون في هيدي الهيئة الناظمة، هي تتأكد أنه يكون في ما بس شركتين للخلوي بس أكتر، قد ما السوق بيتطلب. اليوم بدول مثل سنغافورة في 11 شركة خلوي، سنغافورة أصغر منا ب 14 مرة، يعني قد بيروت وضواحية عنده 11 شركة خلوي، ليه لبنان عنده 2 بس؟ ليه السعر هالقد عالي؟ يعني مش فاتحين السوق للمنافسة. طب اليوم كمان مش فاتحين السوق للمنافسة وعم بيعملوا إعلانات وهي ما لازم تكون موجودة مع الرعايات والحفلات. اليوم هل مطلوب من الشركات هالقد أم تتعدى اللي مطلوب منها؟ مين بده يسائل اللي عم بيصير؟ هلأ لجنة تحقيق جاي عم بيعدون فيها، بس هي لوين رح توصل بظل المحاصصات السياسية؟ ما كلنا منعرف. هلا مزبوط، هذا الشيء ضروري، وأكيد ما فينا نحكي أنه الشيء اللي عم بيعمل صح سواء كان الرعايات أو الإعلانات،
لأنه لو كانت شركة خاصة، الشركة الخاصة بتعرف إنه مصرياتها ما حتصرفهم إلا بطريقة تربحها مصاري، بينما لأنه مال عام فعم يروح حدر، عم يروح للمحاصصات السياسية، وهذا اللي عم نشوفه. هي شغلتها كمان تدعم الجمعيات الشركات؟ أكيد لا، يعني عندها دعم كبير لبعض الجمعيات، هي شغلتها تدعم اليوم الشركات تتنافس لتقدم أحسن خدمة للمواطن، بس بلبنان عم بيكون ليخدموا فئات معينة ليميزوا ناس عن ناس. نعم. طيب الدولة صار لها 8 سنين نحن ما عندنا خطوط انترنت جيدة، اليوم يعني لا الدولة حسنت الخدمة ولا خلت حدا يحسنها، ليش؟ مزبوط، لأن في استفادة بمكان ما، عطول بالدولة بيكون في بفضلوا انه هن يستثمروا، لأن بيكون في محاصصات اوقات، بس نحن اليوم كان في قطاع خاص مستعد هو يتحمل الكلفة للفايبر اوبتيك اللي عم بتوزع بلبنان، وهذا الشيء كلياته موجود بالعالم، يعني اليوم بسنغافورة، بكوريا الجنوبية، بهونغ كونغ، بمدوا 5-6 شبكات أليف ضوئية مع بعض، يعني ما في اليوم شبكة واحدة بالأرض، يعني عم بيكون في عدة شبكات والشركات هي عم تستثمر. فاليوم نحن دولة مكسورة ما معنا مصاري، عم ندور على مصاري نفوتها، وقصة عم نستثمر بشيء القطاع الخاص قبلين يستثمر فيه وما عم نخليه. نعم. مين عم يتأثر نتيجة هالشي؟ يعني أكتر اللي عم يتأثر من قطاعات هو قطاع الإعلام، يعني اليوم الدولة إذا فتحت باب المنافسة بتخسر ولا بتربح؟ اليوم بتربح كتير. طب ليش ما عم تفتح طالما هي يعني عم تفتح السوق للمنافسة طالما هي يعني مش عم تربح مثل ما لازم؟ ما في قطاع اقتصادي بلبنان ما بيستفيد من فتح السوق الاقتصادات للمنافسة. نعم. كلياتهم هلا متضايرين، كلياتهم عندهم مشاكل من وراء هالشيء وصار لها زمان. نعم. اليوم قطاع التلفزيون أكثر شيء ضرر بعتقد من وراء هالشيء، لأنه بال 2006 كان أحسن قطاع بالشرق الأوسط، كان هو الأول السباق بالشرق الأوسط، بس الفرق أنه بهديك الفترة بلشت الدول الثانية تستثمر بالإنترنت وبالاتصالات بينما لبنان ما استثمر. بس هلأ ما بلشت المحطات اللبنانية، لأن ما كان عندنا بنى تحتية. هلأ مزبوط، نحن بوقتها ما كان عندنا بنى تحتية ليقدروا يفوتوا بالفيديو أون ديماند والإنترنت، اللي هو كان يفوت كتير مصاري للدول الخليجية مثل OSN، ومثل هلأ عنا محطات أجنبية عم تفوت على لبنان مثل ما شفنا، مثل نتفليكس مثلا. نتفليكس هلأ لسنتين حتى فات، ليه ما فات من قبل؟ لأنه ما كان عندنا البنى التحتية، فالمحطات اللبنانية كتير ضررت من هالشي وما قدرت تفوت بهذا بالإنترنت عن جد لهلأ من سنة أو أكثر بشوي. نعم. طيب اليوم صرنا بلجنة الإعلام والاتصالات عم ينحكى عن قطاع الاتصالات وشو لازم يعني يتحسن فيه وكيف لازم نحاسب المسؤولين، خصوصا انه في اجهزة يعني جهاز اجبرت الشركة من البداية على شراء اجهزة، وهي هالاجهزة يعني خفضت ارباح الشركات اللي بتتعاطى مع شركات الخلوي وما رح تتوقف عن المتابعة على الاطلاق. حكيت عن اجهزة كانت ترمى ما استعملت وهي كمان يعني من الفساد اللي عم نحكي عنه، ليش اشتروا هالأجهزة برأيك؟ كالعادة على طول لما يكون صاحب الشركة منه عم يشتغل بأمواله حيكون في هيدا النوع من الفساد، فاليوم أحسن حل هو أنه نطلع نفتح السوق للمنافسة، يكون في أكثر من شركة وهن مسؤولين عن الاستثمارات تبعونهم وهن اللي عم يدفعوا ثمن الاستثمارات مش الدولة. اليوم كلياته الدولة عم تدفعه تحت اسم تاتش وألفا. نعم. فهذا هون المشكلة، انه هذا الشيء الغلط اساسا. اليوم لو كان عندنا شركات خاصة هي عم تدفع حق هذا الشيء ما كان صار عندنا ولا نوع من الفساد، ولا كان في عندنا لجنات عم تراقب الشركات هيدي او عم تشوف شو المشكلة. لو كان عندنا منافسة كان هني لواحد هون عملوا هالشيء بلا ما يكون في رقابة عليهم او عم يشوفوا انه وين الهدر وين الفساد. طيب اليوم اذا طبقنا القانون 431 وصار في عنا هيئة ناظمة، ما بننتهي من كل هالأخذ والرد والمحاسبة وملفات بالقضاء لمساءلة المسؤولين؟ مزبوط. طب ليه ما عم بيطبق القانون؟ اليوم سمعنا هالحكي عن جديد، سمعنا انه لازم ترجع الهيئة الناظمة تشتغل من بعد الوزراء والنواب، فيمكن ينحل هذا الموضوع، بس الفكرة اليوم انه عم يركزوا على انه القطاع الاتصالات عم يأمن أكبر مردود للدولة. اليوم مش هيدا الحكي صحيح، اليوم لأنه في احتكار الدولة ما عم تفوت مصاري مثل ما لازم. اليوم السياسيين بيقولولنا أنه قطاع الاتصالات هو أساسي للدولة، بينما الحقيقة هو أساسي للاقتصاد، هو عم يخنق الاقتصاد بشكل كتير كبير لدرجة أنه ما عم يخلي للدولة تفوت إيرادات زيادة. اليوم فيها الدولة تفوت إيرادات من أرباح الشركات اللي حتكون بقطاع الاتصالات،
اليوم كل شيء قطاع الاتصالات حيساعد القطاعات الاخرى انه تنتج اكثر، كمان الدوله حتفوت ضرائب اكثر. اليوم الدوله فيها تبيع رخص لهدول الشركات، وفيها كمان بنفس الوقت تبيع ترددات اللي هي هلا عم تنبيع بكل اوروبا وكل العالم، ترددات مثل الفايف جي. اليوم الفايف جي عم تفوت مليارات لخزينه الدول، ليه لبنان عطيهم بس لتاتشو الفا؟ انا بدي ذكر الاصدقاء المستمعين فيهم من هلا يعني يتصلوا يسألوا أي سؤال عن قطاع الاتصالات اللي هو أسوأ خدمة بلبنان والأعلى سعر. أرقام تليفونات بصوت لبنان 01-205-511 01-325-555 الخلوي 76-611-005 وأيضا عبر الواتساب على 76-611-001 معالي الوزير، ليش شركات الخلوي بتصدر فواتيرها بالدولار الأمريكي وليس بالليرة؟ نحن رح نحكي عن هالموضوع مع المعنيين. على الخط مباشرة رئيس نقابة العاملين بقطاع الاتصالات بول زينون. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافية. اليوم في فساد بقطاع الاتصالات، يعني يا ريت حضرتك هيك بتضويلنا وين واقع الفساد. يعني حسب ما عم تحكي اليوم لجنة الإعلام والاتصالات الفساد كتير كبير والملفات القضائية بشأنه طبعا لهلأ ما وصلت لأي نتيجة. يعني أول شيء بدي لك مشكور معالي الوزير أنه فتح الملف، لأنه ناطرين حدا يفتح الملف من سنين. نعم. اليوم بالفعل عنا مشكلة كأصحاب محلات بالخلية هي تسعير الدولار بدل اللبناني. وهيدي شغلة معيبة جدا، يعني ما بتصور ببلد بالعالم ممكن نوصل على أي بلد برا نلاقي شيء مسعر باللبناني، فبالتالي نحن مفروض نسعر بعملتنا. هيدا منشأ لبناني بينصنع، عم بيتصنع بلبنان وبينباع بلبنان، بيستعمل بالهواء اللبناني، هيدا مفروض يكون مسعر بالليرة اللبناني وبيتحدد أرباحه بالليرة اللبناني، ونخلص بقى من قصة الدولار. يعني الدولار طالع نازل مبارشو هور كلهم ما قالهم طعمة، لازم كل شيء يصير باللبناني. وفي فاتورتين عم بيطلعوا بوزارة الاتصالات، واحدة تابعة أوجيرو اللي هي الخط الأرضي بتطلع باللبناني، وخط السلولر بيطلع بالدولار. يعني كمان هذه شغلة معيبة، شو العلاقة هذه بالدولار؟ مش مفروض تبقى تطلع بالدولار. يعني نحن منشد على إيد كل المعنيين ومنطلب من كل المعنيين أنه ياخدوا قرار بمجلس وزراء، لأن عرفت أنه هذا القرار تابع لمجلس وزراء، ما بيقدر ياخده وزير الاتصالات أو الاتصاد لحاله. نطلب من كل المعنيين أنه يحولوا بقى هالعملة هيدي للليرة اللبناني، ما بقى يتعاملوا بالدولار. هيدي من أهم النقاط. بدعت الوكلاء الوسيط بين المحل وشركات الخلوي، قديش عم بيأثر على الأسعار؟ للأسف نتمنى معي الوزير كمان يفتح هذا الملف، هذا ملف كتير معيب جدا، ملف قديم كتير. والوكلاء يعني كلنا بنعرف أنه هي وظيفتها بس أنه تستلم هالبطاقات وتبيعهم، يعني هي بتاخد عمولة على هالبطاقات بس وساطة بينه وبين المحل، يعني مش انه ما عندهم شيء تاني ينعمل، عرفتي؟ فبالتالي انا اقترحت على وزير الاتصالات كذا مرة، يعني مش يعني قلنا سنين بنحكي بهذا الموضوع، روحوا بترخيص للمحلات السلولر، رخصوا هالمحلات شرعوها وخليها تروح تتوجه رسميا، هن ياخذوا من الشركات دغري، ساعتها بطل عنا مشاكل والوكلاء بطل عندهم مشاكل، يعني كلهم صار عندهم محلات بيقدروا يشتغلوا مثلهم مثل كل المحلات. يعني نلغي شيء اسمه وكيل، يصير هذا الوكيل وهو عنده محل وعم ببيع، عنده كذا محل، يعني الوكيل عنده 3-4 محلات، ما في بقى وكيل بلا، ما عندهم شو. ليش عم ياخذ الوكيل 3%؟ بياخذ بحدود 3.5%. وصاحب المحل ماشي صفر، ماشي ما في، يعني ما تقلي مش عم تربحوا. النهار اللي بيعطوا 0.5% بيبقى شيء كتير كتير ممتاز. ما هي هو اساسا المفروض يكون سعره الكارت هو الكارت 25.70، يعني مفروض ينباع ب 39,000 وبيكون في ربح. نعم. بس للأسف عم ينباع ب 39,000 وما في ربح. يعني الربح إذا بدي أقولك ربح بيكون ربح كتير خجول، يعني ما في 250 ليرة على الكاس. نعم. طب هني تابعين لأحزاب عم بيقولوا زعماء عاطينهم هالكوتا، يعني هيدا هيك عم ينقال، حدث ولا حرج هيدي، يعني ما إنه ما بدنا نضحك على بعضنا، يعني إنه ما هيدي شغلة معروفة، مش نحن عايشين بلبنان إنه بأي، يعني طب لشون وجدوا إذا مش تابعين لأحزاب أو تابعين لشخصيات معينة، أو يعني بنتيجة اليوم ما عم بياخدوا، يعني مش عم بياخدوا شيء بلبنان حدا له كفاءة. يعني اليوم للأسف الوزير يلي هو بيبقى موظف عند الشعب اللبناني تيقوم بواجباته، تيجي بتطلع بتلاقي عنده كذا مستشار، لأنه هو ما بيعرف بعيد عن القطاع،
يعني مفروض يكون الشخص المناسب بالمكان المناسب. نعم. اليوم كل لو بيروحوا كل شخص ياخذ اختصاصه ويعني النواب تكون موجوده تتقدر تحاسب، بس اذا الاحزاب هن ذاتهم بدهم يعينوا الوزراء ويعينوا النواب، فبالتالي مين بده يحاسب مين؟ للاسف. نعم. يعني ما نتيجه اليوم الوزير اذا قصر بواجباته مفروض يتحاسب بكل بلدان العالم، رئيس الجمهوريه عم بحاسبون. نحن عنا السرقات صارت مشرعة والبواب مفتوحة وما بقى في إنسان بقى قادر يأكل. طب النقابة عملت مؤتمر صحفي صح من هيك ومن أسبوع رفضت تسعير بطاقات مسبقة الدفع بالدولار وحملت وزارة الاتصالات ووزارة الاقتصاد والحكومة مسألة حل هالمشكلة، وقلتوا بحال عدم تصحيح الوضع بدكم تتشكوا لمجلس الشورى الدولي بموضوع الفوترة. 100% صح. قديش عاطين مهلة؟ قديش عاطين وقت؟ نحن مبدئيا اليوم عنا لقاء مع وزير الاقتصاد. نعم. طبعا بدنا نطلب منه الدعم بموضوع مجلس الوزراء بالنسبة للتسعيرة، وعنا مطالب تانية لأنه للأسف في أجانب كتير موجودين بلبنان وضعهم غير شرعي، فاتحين محلات وعم بيبيعوا بأسعار مش طبيعية وما حدا عم بدق بابهم، بدنا نلفت لهم نظرنا عليهم مثل ما عم بيعملوا حملات على كل شيء، خلي يكون قطاع الاتصالات من ضمن هالحملات هيدي. نعم. وبدنا نطلب منه دعمه بموضوع تسعير الليره اللبناني على شو اسمه. طيب حضرتك عاطين مهله، نحن عاطين مهله مبدئيا من هون الى ماكسيموم 10 ايام. نعم. وكان عندنا اتصالات مع احد القضاة واستفسرنا على موضوع الدعوه، احنا دعوتنا رابحه 100%، ما يعني ولا ممكن يكون في شك فيها. وكلفنا المحامي بالنقابة يبلش يحضر الدعوة. نعم. في حال ما كان في تجاوب مشان تتقدم الدعوة دغري. طيب حضرتك رئيس نقابة العاملين بقطاع الاتصالات بول زينون كمان أعلنتوا بول زيتون أعلنت مجموعة من أصحاب المحلات إضراب وأنتوا وقفتوا ضده، ليش؟ صح بالفعل. ليش وقفتوا ضده؟ اليوم ببساطة أنا نحن وقفنا ضدهم، نحن ضد يعني ضد أي شيء ضد الشرعية. يعني نحن اليوم بعيد كتير عن انه نتظاهر ونعمل مشاكل، طالما باب الحوار مفتوح مع الحكومة اللبنانية احتمال نوصل لحل. اليوم ما في صاحب محل قادر يسكر دقيقة، هيدي شغلة منا يعني عيب، ما يعني ناطر دقيقة الزبون من غيمة تيقدر يدفع اجار محله اخر الشهر، نيجي منسكر كرمال شو؟ كرمال اي موقف، مين بده يسمعنا؟ سكرنا جمعة ولا 10 ايام ولا شهر، ما حدا رح يسمعنا ولا حدا رح يرد علينا، لانه هالخدمات مأمنة بغير محلات، هي لو محصورة بس ببطاقات البطاقات موجودة بس بمحلات السلولر، اوكي بنضرب نعمل بدنا اياه، بس ما هي موجودة وين ما كان، فبالتالي التوجه لهذا الموضوع توجه غلط، واللي داعي له هن جهة مجهولة مش معروف من هي الجهة الداعية له، فبالتالي ما فيك يعني في حدا مندس بيناتنا تيخرب النشاط اللي عم تعمله النقابة، يعني في معطول في طابور خامس، انت بتعرفي في حدا بفوت بس تيخرب. طيب يعني كمان مش عارفين منن اللي عم يدعوا، يعني ما عم بيقولوا منن، حتى بالبيانات اللي عم تطلع مش عم بيسموا اساميهم. نعم. ما حدا يعني ما في حدا. طيب كمان عم بيطلع بيانات باسم نقابة اصحاب محلات الخلوي، طيب شو قصة هالبيانات؟ هل النقابة موجودة ولا غير موجودة؟ وعم بيقولوا انه انتم ما بتمثلون بهالقطاع. هلا هيدا حكي اليوم، اذا بنرجع لل 2017 نهار اللي صار عنا تحرك ونزلنا على الشارع وقطعنا الطرقات واخذنا شوي من المطالب اللي كنا طالبينها، بتبين الحقيقه وين، بتبين اذا مين كان عنده وزن ومين ما عنده وزن، مين بيمثل، عرفتي؟ فنحن بالنتيجه اليوم النقابه مؤسسه سنه 2000 وعندها تاريخ بالنضال، وكانت نحن كنا بالجبهه الوطنيه لخفض تكلفه الخليوي، كنا ياخدين نيابة الرئيس والأمانة العامة، يعني كان عنا نشاطات كتيرة، بعدين كان في لجنة بوزارة الاتصالات معمولة نحن كمان شاركنا فيها، ما يعني ما بنقدر نيجي نهمش العالم هيك اليوم بس، ونحن مش عارفين مين اللي عم بهمش بالنتيجة، يعني عالم عم تحكي مخباية وعالم عم تحكي علنا على التلفزيونات وعم بيواجهوها، فبالتالي في شيء منه مزبوط بهالمواجهة هيدي. نعم. أنا بدي أشكرك رئيس نقابة العاملين بقطاع الاتصالات بول زيتون، بس السؤال اليوم اللجنة برأيك لوين رح توصل بالآخر؟ ما هو كله مسيس ومحاصصات سياسية وطلع على الإعلام، كمان أنه بدنا نحاسب المسؤولين عن الفساد، ما هن المسؤولين من إني؟ هذا اللي أنا كنت عم بقوله أنا اليوم، لما يكون في فصل بين النيابة والوزارة نقدر نحاسب، بس لما انا نايب وخي وزير، او انا نايب وانا وزير بالاحرى كمان اكثر، مين بده يحاسب مين؟
أنا بدي أشكرك بول زيتون مجدداً، أهلا وسهلا فيك. مزيد من التفاصيل حول ملف قطاع الاتصالات مع المعنيين ضيوفنا مباشرة بعد موجز أخبار 9:15، ومع اتصالاتكم أصدقاء المستمعين. طرونا خدمات كتيرة بتوفر مع جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركيه. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو، 01-259-259-70-341-555. شارلي تاكسي حدك وين ما كان بكل لبنان، من بكفية علي صيدا على المطار بس $30، جاهزين لتلبية طلباتكم 24/24 على 15/14 وعبر الواتساب على 01-285-710. طابت أوقاتكم، موجز للأخبار من صوت لبنان. إجراءات مرتقبة اليوم للمصرف المركزي حول آلية شراء القمح والمحروقات والطحين بالدولار، والشركات المستوردة للنفط متفائلة وتترقى بالتنفيذ. بعد لقاء المصارحة مع حاكم المصرف المركزي، رئيس الجمهورية يلتقي اليوم وزير المالية. جلسة لمجلس الوزراء عند الرابعة في السراي لمواصلة درس مشروع موازنة العام 2020. رئيس الوزراء العراقي يتهم رسميا إسرائيل بتنفيذ الهجمات على الحشد الشعبي في العراق، ويقول إن الولايات المتحدة قدمت دعما جويا. واشنطن تفرض عقوبات على 4 كيانات و7 أشخاص في روسيا بتهمة التدخل في الانتخابات الأمريكية. أستراليا تؤكد أن رئيس وزرائها تحدث مع ترامب بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي طلب مساعدة رئيس الوزراء الأسترالي في معرفة مصادر تحقيق روبرت مولر. غارات أمريكية توقع 10 قتلى من مسلحي حركة الشباب في الصومال. نقطة على سطر صوت لبنان عن قطاع الاتصالات اليوم وفضائحه مع الخبير في قطاع الاتصالات مجدي عارف. اليوم ما رح نبلش بالفويس مسج ناخدون، تفضلوا. ستنا كيفك، ماشي الحال؟ بس سؤال صغير، ليش عنا بلبنان كل شهر مجبورين نعبي التليفون؟ ما فينا نخلي سنة بالعالم كله دولار بتشارجي بضل 10 سنين، بس بلبنان نحن الشعب المظلوم، ما حدا بيحكي بهذا الموضوع أبدا أبدا. شركات الخليوي بتعمل ملايين دولارات والعسر على الشعب الفقير. تشريج كل شهر ببلدان العالم المدة أطول سنة، ليش نحن بدنا نشرج كل شهر؟ مواطن عم بيشكي. اليوم قطاع الاتصالات هو عبارة عن احتكار، يعني اليوم هو ضريبة زيادة على المواطن غير الضرائب اللي عم يدفع، فمشان هيك الدولة بتجرب كل شيء فيها لأنه تاخد مصاري زيادة، وهذا اللي عم بيصير. يعني اليوم بدل ما تكون فاتورته ربع اللي عم يدفعه، عم يدفع أكثر بكتير من وراء هالشي، فطبيعي يحس المواطن حاله انه مسروق، انه عم تتاخد مصرياته بلا سبب. واليوم قطاع الاتصالات ضروري، يعني ما في حدا يعيش بلا تليفون وبلا انترنت. طب حكينا اليوم عن انه الوكلاء عم ياخذوا ربح، طب مين واضع الوكيل؟ يعني لو في منافسه مثل ما حكينا بهالقطاع، كان لازم يكون في وكيل وعم يربح 3% مثل ما قلنا؟ اكيد لا، لو كان في منافسه اصلا ما كان الشركات قدرت تحط وكيل هو يتحكم بمين بده يبيع وبده ياخذ نسبه. خلينا نسمع فويس مسج. ستنا كيفك، ماشي الحال؟ بس سؤال صغير، ليش عنا بلبنان كل شهر مجبورين نعب؟ طيب هيدا نفس الفويس، خلينا نسمع كمان شو عم بيقولوا. كل الحق على الدولة، المفروض تنفذ القانون على الجميع بصرامة وتضرب بيد من حديد على الكل من دون محسوبيات. أيضا يعني هيدا نحن منوافقه للمستمع. كمان سؤال، أنا مبارح اشتريت كارت سعره بالدولار $11، مسعر باللبناني 21,000 ليرة. السؤال، مين اللي عم بيربح؟ كنا قلنا هيدي
بهالإطار مين اللي عم بيربح بهذا الموضوع؟ الدولة عم تربح اليوم لأنه الدولة هي اللي عم تاخذ الإيرادات. صبحك بالخير. فهيدي الفرق بالعملة بين الدولار واللبناني اليوم الدولة عم تاخده. نعم نستقبل اتصال. ألو. ألو صباح الخير. بونجور كيفو. نيه. معك توني يمين. تفضل توني. كيفي؟ بس أنا عندي سؤال. اليوم الشركة الألفا عاملة إنه 10 دولار بزيادة 500 ميجا و 120 دقيقة حكي. ما بيقدوك عاملين خدمة تانية 17 دولار تشتركي فيها بتطلع 27 دولار هذا بقى بحصة على الفاتورة بتطلع 62 دولار تعالنا لقى في طوابع طوابع ما حدا بحصة عودي سرقة أو مش سرقة بس الخبير يجاوب تفضل سرقة ولا مش سرقة حضرة الخبير اليوم كل التليفونات بالعالم أحسن خدمة بتاخديها ب 15 دولار و 20 دولار اليوم نحن بلبنان عم ندفع 3 أضعف هيدا السعر وما عم بيوصلنا اللي بدنا اياه يعني تكون خدمه سيئه بكلفه كتير عالية فهذا بيرجع لموضوع انه اليوم نحن عم ندفع ضريبه على الاتصالات فوق اللي نحن بندفع من ضرائب عاديه للدوله نعم. وهون المشكله هيدي مشكله كبيره على كل حال يعني بقطاع الاتصالات في كتير من عناوين الفساد والمواطن أكيد. بلبنان ما بيقدر يقعد بلاهم ما في يتخلص منه نعم اليوم يعني بألمانيا شو بيعملوا بغير بلدان شو بيعملوا مخصوص الترددات اليوم عم نحكي عن انترنت وتطويره 5G من 4G وغيره بالعادة بيأجروهن بالعالم يعني دولة بتأجرهم لسنوات وبتربح نحن شو عم بيصير بهالإطار مزبوط اليوم كل الدول بلشت تعمل مزايدات مشان تبيع هيدي الترددات الترددات الجديدة هي لل 5G اللي هي سرعة الانترنت الجيل الخامس اللي هو بيكون سرعته أسرع بكتير من 4G واللي متوقعين المستقبل يكون بيست على هذا الشيء فاليوم لما صارت المزايدات كل دولة بالعالم كانت عم تبيع كل تردد بمليار وشوي فترة طويلة بس عم تبيع عدة ترددات يعني عم تبيع أكثر من 10 أو 20 تردد كل واحد بمليار دولار على 20 سنة نحن عم بيروحوا نحن اليوم عم نعطيهم لتاتش وألفا ببلاش بلاش خلينا كمان فويس مسج well, ولضيفك قطاع الاتصالات بلبنان سرقة منظمة أنا عندي خط بريبايد أنا مجبور أنه كل شهر روح اشتري كارت وعبيلة هذا التليفون والتليفون فيه مصاري يعني أنا بروح مرتين ثلاثة على دبي عندي خط تليفون من 4 سنين من 5 سنين ما بدفع عليه ولا قرش أوقات بتركوا هذا الخط في 50 درهم برجع مرة تانية بوصل على المطار بفتحه وبيشتغل طب بلبنان أنا مضطر أدفع كل شهر كرت لتشريج هذا التليفون هيدي سرقة منظمة للشعب اللبناني نزيف للشعب اللبناني نزيف للشعب اللبناني طبعا الوزراء المعنيين لجنة الإعلام والاتصالات هي عم تحكي هالشي شو تعليقك؟ اليوم بما أنه في احتكار على هذا القطاع الخلياوي فالشركات حتعمل كل شي فيها لتطلع مصاري قد ما فيها فبتتحكم بالمواطن مثل ما بدها بتاخد مصاري زيادة بتحط له أيام بده يدفع حقها بتحط له دولارات أغلى من حقها بده يدفع حقها هو مبسوط ما في يعمل شي يعني حتى بسوريا الخلوي ضيقة ب 13 ليرة بما يعادل 32 عم بيحكي يعني ببلد جار كمان يعني المشكلة عنا بعدها ما بس هيك اليوم اللي بيضحك انه الانترنت عندهم أسرع من عنا وهن صاروا 10 سنين حرب كيف هن 10 سنين حرب وانترنت لسه أحسن من لبنان يا أستاذ مجدي عارف الخبير في قطاع الاتصالات إذا الدولة متخلي القطاع الخاص يشتغل ما بدنا نقول يعني القطاع الخاص أحلى ما نقول بدنا نقول لو بتخلي السوق يعني تنفتح للمنافسة قديش رح تدخل إيرادات وكيف وليش مش عم تفتح السوق لأنه الإيرادات عم بيروحوا لجيوب بعض المسؤولين فينا نحكيها بالمشبرح اليوم أكيد طالما في شيء ملك عام حيتم استغلاله مثل كل القطاعات نعم فنحن مش هيك بنقول بدنا منافسة المنافسة بتأكد أنه ولا شركة فيها تبيع بسعر أعلى من المطلوب بتتأكد أنه الخدمة بتتحسن بشكل سريع
بتتأكد أنه نحن حنتطور بشكل نصير مثل الدول المتطورة، خصوصا لأنه الاقتصاد عندنا ما بيتحسن إذا كنا متراجعين بسبب رداءة الخدمة، وقديش في شركات عم تهرب من لبنان بسبب يعني رداءة الخدمة بقطاع الإنترنت. اليوم عندنا كتير مهندسين عم بيطلعوا خاصهم بالاتصالات خاصهم بالإنترنت، بس ما في بنى تحتية، ما في إنترنت كفاية لأنه يشتغلوا، فعم بيروحوا على دول مثل الخليج ومثل مثل دبي خصوصا، وعم بيفتحوا شركات هونيك. مستقبل اتصال، مين معنا؟ ألو بونجور، صباح الخير. بدي أسأل سؤال صغير بس، هل الرسميل اللي دفعناه بالأول من شان الخلوي هيدا وين راح؟ ليه نحن دفعنا رسميل صحيح، وين راح؟ مثل ما راحوا غير أموال، مش هيك؟ اليوم الدولة ما بس عم تدفع القطاع، بس اليوم بيصادر حتى ما توقع تدفع زيادة. يوم بيصادر عم بيدعو إلى أصلاح قطاع الاتصالات، في ملفات لأجيره بالقضاء طبعا، وهن مش بعاد عن هالموضوع، عم بيدعو إلى أصلاح هالقطاع، وإذا ما أصلحناه طبعا الوعود بتصير مش مأمنة بالنسبة لنا. مش هيك برأيك اليوم الخلفيات إلى أنه يكون في قطاع الاتصالات بالواجهة ونحكى فيه على الفساد وعن الملفات بشأنه وعن المساءلة كمان، برأيك هيدا السبب الأساسي اللي عم بيخلي هالقطاع مش باقي؟ في قطاعات كتير فيها هدر وفساد، يركزوا على قطاع الاتصالات. اليوم الصادر حطلنا شروط كتير، بس المشكلة أنه كمان بيصادر حاطين استثمارات ب$700 مليون على القطاع، هيدي الدولة حتدفع، فمن مدى تاني للدولة تدفع $700 مليون بينما في قطاع خاص يدفعه؟ هذا الشيء اللي ما عم نفهمه. اليوم الدولة مكسورة، والصادر هو عبارة عن ديون زيادة، فهل بدنا نحمل مواطن ديون ويمكن ما يستعملها لها المصاري؟ مستقبل اتصال، من معنا؟ صباح الخير مدام. جمعة الماضي كان معي تليفون أنا بيعطوني عرض على $10، نمت كان بطل شريش خطي ما شرش، انت اليوم شرشته في معي $157 سرقون سرقوني هني، رجعت فيهم قال بدك تنزل على الشركة وتاخد له سجل عدلة واخراج ايد وصور التليفون وصور الكارت وبرمي طويات الاجر، بده بدشران اجري صاروا ليعطوا لرجعوا لي مصرياتي، وهولي حقي لقيه سرقوه $157 شركة الام تي سي، $157 عالشاشة أخذون يرجعوا لهن عالشاشة. طلبتهم ايه شو قالوا لك؟ قال بك جيب سجل عدلي ورقم التليفون وصورة عن الهوية وكركبوك وبدل عطل الشغل لروح لأدي مشان يرجعوا لهن. طب هن سرقوهم عن الشاشة دغري رجعوا لهن، لشو هالبرمة كلها؟ شو تعليقك مجد عارف؟ اليوم لأنه احتكار الشركتين ما بيخافوا يخسروا زباينهم، ما في المواطن يروح بين شركة وشركة، هيدي كمان عدم فتح سوق للمنافسة بتوصلك لهون، بيرجعوا بيعذبوا بيعملوا كل شي فيهم لما يعطوا المصاري، لأن هدول مردود بيطلبوا منه إشياء زيادة مشان ما بيطلبوا اللي بدهم اياه وما في يعمل شي. طيب كمان ما كان لو في سوق مفتوح للمنافسة ما كان عنا توظيف مثل التوظيف اللي صار بقطاع الاتصالات؟ أكيد لا، مستحيل يصير توظيف هيك، لأنه صاحب الشركة اللي بيكون عم جرب يربح مصاري ما بيوظف حدا غير كفوء، لأنه يكون بمراكز مهمة أو حيالة مركز حقيقتهم، فبدو يتأكد أنه بدو يوظف ناس كفوئين، بدو يتأكد أنه هدول الناس عم بينتجوا قد ما فيهم، عم يتأكد أنه هدول الناس إذا ما اشتغلوا صح بدو يعاقبهم أو بدو يكحشهم. هذا الشيء منه موجود اليوم بالقطاع العام. خلينا ناخد فويس مسج، المواطنين يعني بهالملف محروقين، أكيد محروقين وموجوعين ونحن أول ندفعوا أموال وما بيقدروا عن هالخدمة يتخلوا، فخلينا نسمع فويس مسج. معكم جاك، بونجور بونجور، يعطيكم العافية. هلا بسوريا الدقيقة على الخليوي بتحكي ب 13 ليرة سوري بمعي وعدل، يعني ب 32 ليرة لبناني، وبتشرج على السنة أيام و 100 ليرة سوري، يعني ما بيعمل 250 ليرة لبناني. نعم. ليه 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 كل هالسرقة عنا هون نحن؟ وين عم تروح على المال؟ ليه إن ما بيربحوا يعني بسوريا؟ بيربحوا كل الربح كمان وبرضو أرخص، ونحن وين عم تروح على الملايين؟ عن جيب المسؤولين يعني؟ وين عم بتروح الملايين؟ عجيب المسؤولين. اليوم عم نشبه حالنا بسوريا، بس نحن حتى سوريا الخدمة منها كتير منيحة، يعني في دول أحسن بكتير بكتير، بس نحن ما نشايفين شيء قدامنا غير اليوم سوريا اللي هي أحسن منها،
رغم الظروف الصعبة اللي هن عايشينها كمان عم بيطلعوا أحسن. نعم بس اليوم لبنان بأدنى مرتبة بهالقطاع بالقائمة العالمية، يعني بتسبقوا اليمن، فنزويلا، موريتانيا وأفغانستان، خلينا نعترف. مزبوط. نستقبل اتصال، مين معنا؟ ألو بونجور. بونجور. أنا حابب أسأل سؤال فني وأحكي كلمة على السعر. بالنسبة للسؤال الفني، سرعة الإنترنت مرتبطة بتمديد الفيبر أوبتيك أو ما يسمى الألياف الضوئية للمنازل وللأماكن العمل، هل هيدي يلي بتساعد على إنه السرعة تصير قوية؟ وسؤال، هل هالألياف مد حاليا موجودة؟ يعني هل تم إمدادها في بعض المناطق أو في بعض الشركات؟ وبالنسبة للسعر، حاطة الدولة نوع من ضريبة على الأسعار عشان لتمول الخزينة، بدها تشتري مثلا أدوية السرطان وأشياء بدها تمول الدولة، يعني هيدا هو الموضوع. وبالنسبة للتنافس، أوقات بيكون في 3-4 شركات، أوقات بيتفقوا بين بعضهم مدراء الشركات وبيتفقوا على سعر شبه موحد، يعني بيضحكوا على الناس، يعني المنافسة منا، يعني بده حدا يراقب المنافسة. يعني ممكن يكون عندنا 4 شركات خليوية ولكن مدراء متفقين بين بعضهم على ألاعيب بيعملوا نفس السعر العالي. يعني نعم، شو تعليقك مجد؟ بس بموضوع الفايبر أوبتيك بدي أوضح شغلي، أنه نحن كان على طول عنا الخطوط النحاسية اللي هلأ عم نستعملها بما إجا الفايبر أوبتيك، بس بمرسوم واحد من مجلس الوزراء بال2017 زادت السرعة بخمس أضعاف. يعني المجلس الوزراء كان في زيادة سرعة الانترنت بلبنان من أكثر من 10 سنين وما زاد لهيديك السنة، علما أنه بس كان بالضمادية ألم. فهذا يفرجيك أحد المشاكل الكبيرة، بينما عم بيحكي عن المنافسة وأنه بده مراقبة. اليوم نحن إذا فتحنا السوق للمنافسة مثل حيلا مطعم أو مثل سوبر ماركت، إذا بيغلي أسعاره دغري بيروح عند غيره، وإذا كلهم اتفقوا مع بعض بيفتح حدا جديد بيجرب ياخذ الربح اللي هن عم ياخذوه، بيرجع بيوطي الأسعار. بالمنافسة على طول بتجيبي احسن سعر ونتاكد انه السعر منيح. كمان مستقبل اتصال، مين معنا؟ بونجور مدام نوال. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل. كيفك؟ انا منيحه وانت؟ الحمد لله. شو السؤال؟ انا سؤالي، معي خط عسكري. نعم. خط العسكري بشرجه ب 10 دولار بالشهر، كل شهر بيحط علي 2 دولار ناقص، يعني بحط ال 10 دولار بياخذوا من 2 دولار بيشرجوا لي ب 8 بيبدوا 8، عم بيزيدوا علي الخصومات. ليش يا استاذ مجدي؟ بيكونوا مغيرين السياسة وبدهم يرجعوا يطلعوا مصاري زيادة بكل بساطة. طب التعاطي الدولي إذا بقطاع الاتصالات صارت منصة ضرائبية، بيعتبروا إنه فيهم يسحبوا مصاري رسوم وضرائب بدل ما يعتبروها إنه تكنولوجيا للمعرفة ومتوفرة لكل الناس. يعني هيدي المعادلة الموجودة، بدل ما تكون تكنولوجيا للمعرفة متوفرة لكل الناس، هني عم يعتبروها منصة ضرائبية قد ما بنقدر نطلع مصاري من المواطنين. شو تعليقك؟ ما بس هون المشكلة، المشكلة هي انه بس نغلي الكلفة على المواطن بالاتصالات، عم ناخدها من انه يصرف على محل تاني. يعني اليوم بدل ما يصرف على أكله، بدل ما يصرف على تياب، بدل ما يفيد قطاعات تانية، عم بيطلع يدفع ضرائب. بس بخلاف كتير من الدول اللي عم توضع بدساتيرة الحق بالتواصل، الحق بالاتصال للمواطن. وللأسف نحن أستاذنا متحكمين أنه بدنا نفوت مردود مالي للدولة، وهذا الشيء مش صح. نحن عم نحاول نتصل هلأ برئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمانية حسين الحاج حسن. بهالوقت عم ناخد اتصالات، بدي أطلب منكم ما تتصلوا عبر الواتساب أبدا، ما بناخد اتصالات عبر الواتساب، واللي عم يتصل هلأ رقمه بينتهي ب 12 إذا سمحت بعات فويس مسج أو يعني كتابة، لأنه ما عاد بنقرأ للمواطنين الباقيين. كمان ناخد اتصالات، مين معنا؟ ألو مرحبا. مرحبتين. معك مواطن لبناني. تفضل. صباح الخير أول شغلة إليك ولطيفي. تفضل. إذا بتريد صباح النور. يعني أنتوا يعني تقولوا للشعب اللبناني إنه مين أصحاب الشراك، وخلي أصحاب الشراك اللي هم اللي هولي محتكرين الاتصالات إنه يقولوا للشعب اللبناني مين هم أصحاب الشراك اللي هم الأم بي سي والألفا، ومين اللي بيستفيد منهم، يعني مين اللي بيستفيد منهم، أي نائب أي وزير اللي هو عم يستفيد منهم لعم بيغطيهم هيدي التغطية. نعم، يا أهلا وسهلا فيك. مين اللي عم يستفيد؟ صاروا معروفين على الخط مباشرة معنا رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافية.
الله يعافيك ان شاء الله. اليوم يعني طلعتوا كثير من الامور والعناوين الفساد اللي موجوده بقطاع الاتصالات، وين وصلتوا باجتماعاتكم؟ امبارح كان عندكم اجتماع بهالخصوص اليوم حضره النائب حسين الحاج حسن. نحن عم نشتغل على كل ملف الاتصالات كلجنه اعلام واتصالات، عم نشتغل على قطاع الخلوي، عم نشتغل على قطاع اوجيرو، عم نشتغل على البريد، عم نشوف مداخيل الدولة بهالقطاعات كلها، وعم نشوف قد ايه عم يتحمل المواطن كلفة وأعباء، وقديش عم بيصير في هدر سواء لناحية التلزيمات أو لناحية الخدمات أو لناحية الصيانة أو الإيجارات أو أي شغلة أو الفاس الخدمات المضافة بالختيوي. هذا كله عملنا من خلال طلبنا من الشركتين وطلبنا من أجير وطلبنا من البريد اللي بعتولنا كل مستنداتهم وعم نستكملها. عم نعمل عليها دراسة معمقة وعم نشوف شو الأرقام الحقيقية وعم نطلبهم وحنكفي، وطلبنا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، قدمنا الطلب بقطاع الخلوي حتى نشوف هذا القطاع شو عم بيصير فيه بإطار لجنة التحقيق وليس فقط بإطار المحاسبة والرقابة البرلمانية اللي عم تجرى بلجنة الإعلام والاتصالات، حتى يكون في دور للهيئة العامة، لأن اللي بيشكل لجنة التحقيق البرلمانية هو الهيئة العامة للمجلس النيابي. وطبعا هذا هدفه الأساسي الحفاظ على مداخيل الدولة ومواردها حتى لا تروح لجيوب بعض المنتفعين والمتنفذين سياسيا اللي عم يكون لهم تنفيعة سياسية من خلال الخلوي أو من خلال أجيرو أو من خلال البريد أو من خلال أي قطاع من قطاعات الاتصالات. نعم، بالشكل برلمانيا وقانونيا طبعا مساءلة مطلوبة من المجلس النيابي، بس هل يجوز للجنة الاتصالات أنه تعقد اجتماعاتها من دون الوزير المعني؟ مش نحن اللي عم نقعد اجتماعاتنا من دون الوزير، الوزير ما عم بيشرف ويجي على الجلسة. طب إذا استمر غيابه رح تطرحوا الثقة فيه؟ أنا يعني بحق له أول شيء للوزير ما يحضر؟ الوزير بس يتم الاتفاق معه، يعني أنا عم براعي كل الأصول، عم بتفق معه موعد الجلسة، هو عنده أسباب أولى ليش ما عم يحضر، لكن لم يعد الغياب مبررا ولم يعد الغياب مقبولا. نعم. طب اليوم في ملفات عن قطاع الاتصالات بالقضاء، طب شو صار بموضوع التخابر غير الشرعي وعن شركات الانترنت غير الشرعية اللي كانت عم تسرق من هالقطاع، شو صار فيهم اليوم؟ معالي الوزير يمكن راح الخط، ما بعرف وين صار. كمان يعني من رداءة الخدمة، خدمة التخابر اليوم، بعدك معنا سعادة النائب؟ الهيئة انقطع الخط، فاليوم كمان يعني بحق له للوزير المعني ما يدافع عن نفسه ويكون موجود لما بتكون لجنة برلمانية منعقدة اليوم. مجدي عارف، اليوم بعتقد انه لازم نركز اكثر على انه هيدي اللجنة تتأكد انه القانون عم يتنفذ صح، تتأكد انه يكون في هيئة ناظمة للاتصالات، تتأكد انه يصير في منافسة للسوق، وهذا الشيء اللي حيخفض الكلفة عن جد للمواطن وحيجيب مردود أعلى للدولة. فكل شيء اليوم عم تدور فيه اللجنة على أنه تحاسب هو شغل صح وهو شغل ضروري، بس بعتقد الصورة الأكبر هي أنه تأكد أنه هذا الشيء ما ينعاد المرة الجاية، لأنه هيدي جيب المواطنين اللي عم نحكي عنه، فبدنا أحسن خدمة لهم لأنه الاقتصاد هلأ بطل يتحمل شيء زيادة. كمان فويس مسج قبل ما نعود الاتصال بالنائب حسين الحاج حسن. موضوع كثير مهم، إذا بدنا نحكي بهذا القطاع نسأل أول شيء $500 اللي أخذوهم بالأول وين راحوا؟ بجيوب مين؟ شغلة تانية، الوزير السابق تبين إنه حرامي وحلو على القضاء وانحمى وتسكر الملف، على أي محاسبة عم نحكي؟ قليل من المصداقية. بس اليوم دايما في تشكيك من المواطنين انه ياما لجان يعني تشكلت وتابعت ملفات وكلها ما وصلت لمطرح، ومشان هيك يعني هل لازم نحن نكون عنا ثقه بهاللجنه اللي يعني لازم تتشكل لمحاسبه المعنيين على الهدر والفساد بقطاع الاتصالات؟ اليوم بدل ما يكون عنا لجنه هي عم بتحاسب، اليوم في المواطن دغري يحاسب لو كان في منافسة حقيقية، اللي هو بينقي الشركة اللي هو بيختارها وفي نقل بيناتهم وقت اللي بده. هيدي أحسن طريقة المحاسبة، هيدي المحاسبة اللي نحن بنعملها كل يوم، بس نروح على مطعم، بس نروح على سوبر ماركت وما يعجبنا سعره، بس نشتري حيلا بضاعة وما يعجبنا سعره أو ما تعجبنا النوعية، ننقل بكل بساطة على سلعة تانية.
بس اليوم لأنه في احتكار بقطاع الاتصالات ما فينا نعمل هيدا الشيء. كمان مش بس قصة احتكار، في هيكلية تركيبة قطاع عشوائية متنوعة. مثلا منلاقي وزارة الاتصال لواحد لحال، أجيره لحال، شركتين لحال، هيئة النظمة لحال، شركات الانترنت الشرعية وغير الشرعية وموزعي الخطوط، يعني كله عم يتنافس ويتناتش على هالقطاع المهترئ. مين القانون هل بيضبط هالشي لو تطبق ولو كان عنا هيئة ناظمة؟ القانون بيوضع هيئة ناظمة هي مختصة بهذا الأمر، وهي اللي بتحط بتشوف المنافسة كيف عم تصير وإذا كانت شرعية أو لا، وهي بتتأكد أنه الخدمات عم تكون على أحسن وجه وأنه كل البنى التحتية صح. وهون دور الهيئة، يعني هذه هيئة مختصة هي بس تشوف شؤون الاتصالات، تتأكد انه كل شيء عم يمشي صح، وعم تتأكد انه في منافسة حقيقية. فلو كان في هذه الهيئة ولو كان في عن جد القانون عم يمشي صح، ما كنا واجهنا ولا مشكلة من هالمشاكل اللي عم نشوفهم اليوم. كمان اتصال، مين معي؟ الو بونجور، صباح الخير. اذا لنقول عندي انا خط وبدي غير لشركة بشان منافسة، بده يتغير رقمي بطريقة بصير بدي اضطر اتصل بقرابيني واصحابي والمدرسة والجامعة والشغل والى اخره وغير هالرقم، او بيضلوا الرقم يعني فنيا هل ممكن يضلوا نفس الرقم؟ لذلك اذا بده يتغير ما بقدر انا غير شركه، ما فيني كل سنه غير، او يعني هيدا السؤال فني، هل لما بنتقل من شركه لشركه الرقم بده يتغير او بقدر حافظ؟ هيدا السؤال. بلبنان الخطوط محتكره بين الشركتين فما فينا نغير، بينما بالحقيقه بالدول برا فينا نغير اذا كان معنا رقم واحد وبدنا نخليه معنا. نحن بس نطلب من الشركة الجديدة هي تنقلنا خطنا عليه، وهذا اللي بيصير. يعني المواطن ما بيخاف انه يخسر الخط تبعه، بالعكس بدل هو ذاته الخط بس تحت خدمة جديدة اللي هي بتكون غير مثلا تاتش والفا، بتكون شركة جديدة. النائب بارولا الطبش، صباح الخير. صباح النور. يعني عنا النائب حسين الحاج حسن بس انقطع الخط معه، هلا عم نعاود الاتصال. بدنا نرحب فيك عبر صوت لبنان بموضوع الاتصالات. اليوم تيار المستقبل متهم انه مستلم هالوزارة وما قدر يعمل اي فعالية فيها، شو ردك؟ اكيد هذه يعني شو بقولوا افتراءات طبعا. ليه؟ لانه طبعا وزارة الاتصالات اولا من اكثر الوزارات التي تدر مصاري على الدولة. نعم. اليوم هذا موضوع سياسي متكاملة، يعني هذه الوزارة تعاقب عليها وزراء من مختلف الطوائف السياسية، وبالتالي بالعكس الوزراء اللي كانوا وزراء المستقبل اجوا قدموا كتير تغييرات على هذه الوزارة وتحسينات، والوزير الحالي كذلك ما زال يعني عم بناقش منهجية شركات الخليوي ويعمل على إعادة كذلك وضع استراتيجية جديدة وتحسين لعمل الوزارة. نعم، بس اليوم أنتو كتيار مستقبل، نعم، يعني مسكين هالوزارة، يعني من سنوات هلأ مسكين وزارة حساسة فيها تماس مع كل الناس، شو عملتوا؟ نعم. بسعر فاتورة الخلوي اليوم لبنان أغلى فاتورة بالمنطقة، أقرب بلد لقلنا قبرص، يعني بياخدوا التليفون اتصالات مفتوحة، رسائل مفتوحة وإنترنت وعالي الجودة، وبلبنان عم نحكي مع الوزير راح الخط، يمكن يروح الخط معك بعد شوي. طب بأقل شيء بعنوان أساسي شو عملنا بهالموضوع؟ هيدا الموضوع بدك تحكي مع وزير الاتصالات مباشرة، لا أنا ولا مع الوزير الحاج حسن فينا نحكي، لأنه المقاربة اللي عم يعملها مجلس النواب منها مقاربة بناء علمي. اليوم أكيد يمكن يكون أغلى بطولة اليوم لبنان، ولكن وفقا للبنان اليوم شو بيسمح له ظروفه انه يقدر يقدم. هذا الهجوم على وزارة الاتصالات اليوم مثل ما نحن عم نقول مقارنة مع غيرها من الوزارات تعتبر اليوم من افضل الوزارات. من الاجدر يمكن تسأليني ليش اليوم بتدفع فاتورتين كهرباء وانت ما عندك كهرباء بالخالص، وهذه الوزارة تعاقب عليها كذلك وزراء من غير طوائف. حيكون عنا حلقة عن الكهرباء بكرة، يعني بس اليوم عم نحكي اتصالات، يعني لما منقول اليوم في معلومات وفي ملفات بالقضاء ومسؤول عن هذه الوزارة، لا هذا يعني أنا بالنسبة لي كلام مرفوض. نعم. فينا نقول أكيد نحن مع أنه اليوم ندخل إيرادات أكثر على الدولة، مع أنه نحن نخفف الإنفاق في وزارات الدولة، مع أنه نحسن الجودة، واليوم حسب ما عم نشوف أنه لا طبعا وزارة الاتصالات عام بعد عام هي عم بتقدم
خدمات أفضل، عم تشتغل على تسعيرها بشكل أفضل. الإنترنت اليوم نحن يعتبر بالعكس من البلدان المتقدمة في تقديم خدمة الإنترنت والفايبر أوبتيك. ما فينا نجي نقول إنه وزارة الاتصالات اليوم هي من أسوأ الوزارات أو فيها هالسلبيات. أكيد فيها دائما سلبيات، ولكن نعرف إنه هي بطور يعني وبعيد تيار المستقبل عن الشبهات. هذه السياسة متكاملة، البلد اليوم والإنفراستراكشر تبعته شو بتسمح بهيدا البلد. يعني بترفضي كل شيء نقال من لجنة الإعلام والاتصالات عن موضوع الهدر والفساد بقطاع الاتصالات؟ ما بقدر أشمل. أولا اليوم بعد ما وصلنا لنتائج لحتى أرفض، أنا اليوم نحن عم نسمع للفرقاء. يعني اليوم نحن طلب اللجنة البرلمانية طلبت من الوزارة ومن الشركتين معلومات عن مختلف المواضيع والأسئلة. اليوم عم بيتم عرض لهذه الوقائع، وطبعا هالشركتين هن عندهم حق الرد. واليوم بعد نحن ما سمعنا أجوبتهم على كامل الأسئلة المطروحة، وبالتالي عنا الأسابيع المقبلة رد من كل من شركة ألفا وتاتش وكذلك من وزير الاتصالات ليبنى على الشيء مقتضى. أنا لا أرفض بأن هنالك ليس هذا، يمكن كثير يعني اليوم وزير الاتصالات هو إجا قال أنا في كثير أشياء بالشركتين عم بتصير وقفتها، يعني خدمات وقفتها، رعايات خففتها، عم نشتغل على الإيجارات تخفيضها. يعني بالعكس وزير الاتصالات إجا وأوضح بأنه اليوم في أشياء كتير يمكن هدر يمكن هو عم يشتغل عليه. ولكن إيه طبعا نرفض أي اتهام سابق قبل ما يتم السماع لكل شيء ويبنى على الشيء مقتضى طبعا. نعم. الفرق بين الهدر وبين الفساد. نعم. عندك شيء سؤال للنائب حسين الحاج حسن معنا على الخط مباشرة؟ لا، احنا ونائب حسن على طول اسبوعيا معنا وعم نتابع هيدا الملف، هو عم يتفهم موقفنا بهذا الخصوص، ونحن بانتظار يعني انتهاء كل الجلسات اللي عم يتم فيها تبيان كل الحقائق علنية امام الجميع ليبنى على الشيء مقتضى. شكرا لك، نقول صباح الخير لمعالي. عم بتصبحك. اهلا وسهلا. صباح الخير لك ولالا ولصعبتها ولكل المستمعين وضيفك. يا أهلا وسهلا. شكرا لك النائبة رولا الطبش. بدي أرجع لك رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن. يعني كل اللي نقال واللي نحكى عبر الإعلام عن هدر وفساد من قبل يعني حضرتك وكمان يعني رئيس اللجنة السابق عم بتقول، ما بعرف كنت عم تسمعها ما هيك للنائب رولا الطبش، عم تقول ستظهر يعني الأسابيع المقبلة هي رح يكون في رد على كل شيء نقال بموضوع الفساد. ما في مشكلة، احنا مش مستهدفين حدا انه ننديل حدا حاطين براسنا هيك، احنا بدنا نعرف الحقيقة كاملة. انا بقدر اقول لك انه بقلب الجلسة مدير احدى الشركتين قال بالحرف الواحد ومسجلة انه انا عملت بعمل مناقصات، بيجي الوزير بيلغي المناقصة وبقول اعطيها لفلان او للشركة الفلانية بسعر اخر. نعم. هذا قال بقلب الجلسة، هذا مدير احدى الشركتين. شو قال كمان بقلب الجلسة؟ شو قصة الأجهزة كانت؟ المحامية قالت عن المبنى اللي استأجرته تابش انه هي المادة 4 والمادة 5 من العقد رفضتهم والوزير ألزم فيهم. نعم. هي قصة الاتصالات. نعم. شو كمان؟ يعني لأنه الاتصالات مش هلأ كمان من قبل انحكى. خليني كفيرك. امبارح الموظف المسؤول بألفا عرض لنا كيف بيتوزع أموال الفاس. الفاس يعني الفاليو أد سيرفيسز. عرض لنا إنه كانوا بال 2011 نص نص، بال 2012 نص نص، بال 2013 نص نص، 2014 بلش التدمير لصالح الشركات ضد شركة ألفا. والله وصلنا لليوم 70-30 بينما الترند العالمي والانصاب بيقول 30-70، 70-30 هو بارقامه مش انا، او دي كلهم هني عم بيقولوهم، انا ما عم اقول ولا شيء، عم اقول ارقام. لما بيجي معالي الوزير محمد شقير على وصلته بينزل الاجارات وبينزل وبيعلي نسبه الفاس للدوله وبينزل عقد الصيانه، شو معناتها؟ طيب شو معناتها؟ شو كان في موجود يعني؟ لما هو مثل ما قالت سترولا هلا زميلتي، نعم هي قالت وانا باكد انه الوزير محمد شقير على وصلته اخذ قرار على نسبه الفاس للدوله ونزل الاجارات 20% ونزل عقد الصيانه ونزل بعض المصاريف، نزل الرعايات من النص من 12 مليون دولار ل 6 مليون دولار، شو معناتها؟ شو كان عم بيصير؟ طيب اليوم رح تتشكل لجنة تحقيق، هل موافقين أو لكل الكتل؟ يعني في كتل ما وقعت. أنا النص عرضته على كل الكتل النيابي. نعم. اللي حب يوقع فنحن نشكره
واللي ما حب يوقع فنحن بنتفهمه. طيب بتشجع تجربة نعم بتشجع تجربة المساءلة البرلمانية على انتظار الإنجازات من لجنة التحقيق، وخصوصا نحن كلنا بنعرف يعني المخصصات السياسية والاتفاق السياسي. نعم آخر شيء في وسائل المحاكمة، هذه واحدة من وسائل المحاكمة. طيب في ملفات كنت سألتك قبل ما ينقطع الخط عن قطاع الاتصالات بالقضاء، شو صار فيها تخابر غير الشرعي، شركات الانترنت غير الشرعية اللي كانت عم تسرق من هالقطاع؟ طلع شيء طلع حكم بالقضاء بالبراءة الحمد لله. طيب اليوم أثارت اللجنة مسألة الهدر والسرقات اللي حاصل بالشركتين المشغلتين، هل كانت الشرارة سعادة النائب من منصة المبنى اللي اشترته تاتش ببيروت اللي حركت الملف، أم كان في محلات؟ نحن مبلشين قبل وواضحين عنا قبل، لا المبنى هو ملف من الملفات، بس نحن كنا مبلشين قبل المبنى أثير يعني الكلام الجديد حوله بشهر تموز وآب، نحن مبلشين من شهر نيسان وأيار. طيب انطرح مسألة المبنى، تم شراء المبنى وانتهى الأمر؟ يعني توقفت المعارضة على هالنقطة؟ لا ما توقفت المعارضة، البعض اللي معارضة معارضون موافق موافق. نعم. طيب اليوم لوين رح نوصل؟ نعم. المواقف السياسية أنا برأيي ما هي اللي بتخدم، اللي بيخدم هو الحقيقة الأرقام. لما مبارح الموظف بألفا هو عم يقرأ قديش الفاس كانت تحصل الدولة، قديش كانت تحصل الشركات، هو عم يقرأه مش أنا. قلت له شو صار حتى طلعت نسبة الشركات، شو صار؟ نعم. فبالتالي لما المدير الشركة من أحلى الشركات بيقول هيك، والمحاميين بيقول هيك، وكلام بيقول هيك، لما الأرقام تبين الموضوع معاش وجهة نظر. يعني طلبته كمان بموضوع الإعلانات إنه ما تصير، يعني ما توافق على هالأمر، يعني الإعلانات بين ألفا وتاتش، يعني شو عم يتلافسوا؟ شو عم يتلافسوا؟ بس سوق واحد والسعر محدد الدولة والسوق، يعني خلص شو عم يتلافسوا؟ وكمان دعم الجمعيات مقبول من صندوق الخزينة؟ أنا مش موافق، احنا أعلمنا عدم موافقتنا على الرعايات، مش شغل التاتش والفا يعملوا رعايات. طيب شو الحلول اليوم سعادة النائب؟ لو يعني عندنا قانون لو اتطبق كان الدنيا بألف خير. مثل ما عم نعمل تخفيض للإنفاق بكل الوزارات والإدارات، لازم يعمل تخفيض للإنفاق بتاتش والفا. ولازم يتطبق القانون. لازم توقف مزاريب الهدر والفساد بتاتش والفا. ببساطة. ولازم نفتح القطاع للتنافس عبر إدخال القطاع الخاص وإبقاء القطاع العام. هذا موضوع ثاني. ما فينا نحمل مدراء الشركات ونحمل الوزير مسؤولية لحاله بهذا الموضوع، هذا موضوع مسؤولية الحكومة. ايه بس نحن عنا قانون معالي الوزير، عنا قانون ولازم يتطبق. تطبيق القانون 431 مسؤولية الحكومة. فلهذا ما في يحمل الوزير ولا حمل الشركتين مسؤولية عدم تطبيق القانون 431. لكن عم بحكي على الانفاق، الشركتين مثل ما عم نخفض الانفاق بكل الوزارات والادارات لحتى نخفف عبء على الدولة، لازم يتخفض الانفاق بتاتش والفا تخفف عبء على الدولة. طب المواطن اللبناني عم بيدفع بالدولار تمام، ولا هي الأزمة موجودة بهذا القطاع، موجودة بقطاعات ثانية بدها معالجة بالتأكيد. نعم. أنا بدي أشكرك اليوم سعادة النائب حسين الحاج حسن، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. بدي أرجع لضيفي الخبير في قطاع الاتصالات مجدي عارف. مستقبل اتصال، مين معي؟ صباح النور، أهلا وسهلا. يا أهلا تفضل. يعني صرت هلا دقيت هاي ثالث مرة لعلق معي الخط مضبوط. يا أهلا وسهلا، بنسمعك بوضوح. هيدا لأنه رداءة الخدمة مش هيك؟ أكيد. أنا يعني بستغرب، أنا مثلا قاعد بوجه يعني بجار الوزير هلا كان يحكيك. نعم. ما في عنا إرسال، يعني هاي خدمة سيئة، يعني هو بنيته بوجه بنيته ما عنا إرسال، هو ما عنده إرسال وأنا ما عندي إرسال. وفي شغلة تانية مدام كمان حاب أقولها، إنه بلاد برا بيعطوك أوف شركات الاتصالات إنه تشتري من عندهم خط، بيطلعلك أباري جديدة ببلاش ومن ماركات عالمية الأباريات، على شرط إنه بس تستخدميها على 3 سنين، هيك بتكون أنت دفعتي حق السيرفيس تعيتهم، تدفعي لهم بالشهر 30 يورو أو 20 يورو. نعم. وتكون أنت استفدتي كمان، طلع لك الموبايل ببلاش، وفي السوبر ماركتات هونيك مثلا هي كمان تعمل دعاية لها، تعمل خطوط تشريج ولا تسايدة وسيم كارد. يعني عنا هون نصابين وحرامية، وإذا أنت عندك أمل إنه يتحاسب شي وزير أو شي نائب يكون منيح، لأنه ما في أمل حدا يتحاسب منه. يعني المواطنين، بدي أشكرك، المواطنين ما عندهم أمل إنه بهاللجان اللي بتتألف رح
فعلا يحاسبوا المسؤولين. المواطن على طول عم بيكون بوجه المدفع للاسف، عم بيشوف شو عم بيصير برا، كيف عم كيف المواطن الاجنبي عم بياخذ خدمه كتير منيحه، بينما بيرجع على لبنان وبيشوف الخدمات السيئه. اليوم نيال المواطن اللبناني اذا كانت الدعايات نزلت من 12 مليون ل 6، ما بعرف اذا هذا شيء منيح، بس اليوم ما شكله في اراده لانه يتنفذ القانون بشكل منيح، ما شكله في اللجنة بدل ما تركز على أنه يكون في هيئة ناظمة اليوم عم يركزوا أكثر أنه يحاسبوا، بينما الحل الحقيقي هو هيئة ناظمة بتأكد هو تطبيق القانون. تطبيق القانون حل. شو أسباب تضخم الفاتورة؟ لأن الدولة بحاجة إلى مصاري على حساب المواطن اليوم، لأنه هو أهم قطاع بزيادة الناتج المحلي. اليوم كل الناس بتعتبر أنه قطاع الاتصالات هو المصدر الأساسي لإيرادات الدولة، نحن عم نقول أنه لا، هذا الشيء مش صحيح بالمرة. كل الوزراء اللي عم بيقولوا هالشيء لازم يرجعوا يشوفوا انه اذا فتحنا صورة المنافسة فيهم يطلعوا ايرادات اكتر بكتير. اليوم نحن قاعدين كتير قطاعات ناقصة الانترنت والتكنولوجيا، بس ما عم بيقدروا يفوتوا تكنولوجيا جديدة على البلد لأن ما عنا بنا تحتية. صح، خلينا ناخد فويس مسج نسمعه. يا مواطن تفضل، شو صار معك؟ معي خط تركي من 5 سنين تقريبا. مشان هيك مش عم بيسمع. بعبي انترنت ولا مرة ببيته هي إلا بلبنان. كل شهر بدك تيجي تشرج، كل شهر بدك تشرج. يعني هيدي نفس المشكلة اللي شفناها قبل شوي. نعم، في شيء اسمه هي اللي هي السرعة، زائد انه نحن مستغرب وطن اسمه لبنان وقطاع تابع لوزارة الاتصالات اللي هي ضمن الدولة اللبنانية، بس نيجي نشتري أي شيء بكروت التشريج بيحكوا معنا بالدولار، حقه هالقد دولار. طيب هيدا نعم. نعم ما بعرف. شكرا لك. اليوم في هل يجوز استمرار الدولة اللبنانية بجباية الدولار بدل الليرة اللبنانية؟ يعني كان لازم انه ينعرض هالشي على مجلس الوزراء ويشلوها اللي بدهم يشلوها عن ظهرهم. مجلس الوزراء يتبنى ساعتها المكونات السياسية بتتحمل نتيجة المخالفة. اليوم الدولة قادرة ببساطة لانه القطاع تحت، لانه القطاع ملكه، فيها تخفض هذا الشيء، فيها تحوله اللبناني، بس ما شكله في ارادة. اليوم لو كان هذا القطاع خاص ما كان صار هالشيء اساسا، كان صار التسعير بالعادي باللبناني، وكنا شفنا انه ما كان في عنا مشكله بقطاع الاتصالات. واليوم بما انه عم يحكوا انه صار في تحسين بالقطاع عبر السنين اللي مرقت، لا ما صار. يعني التحسين اللي صار منه شيء مقارنه مع الدول الباقيه. يعني اليوم التحسين كتير ضعيف. اليوم نحن قبل الدول الباقيه ب 20 30 سنه بهذا القطاع، فلازم نحن نتاكد انه عم بيتطور بشكل صحيح، لانه البلد ما بقى يحمله، الشركات ما فيها تضل بلا تكنولوجيا وانترنت. طب اليوم بقانون حمايه المستهلك في سرعه، يعني المواطن عم ينسرق، عم بيتم احتساب الثانية دقيقة، وهيدي سرقة موصوفة، علما انه في مكانات تحسب الثانية بدل الدقيقة، وهيدي موجودة بس مش عم تشتغل حتى يطلعوا. اليوم هيدا بيرجع لطريقة اللي بدهم يدفعوا فيها المواطن، وبيرجع للشركة تاتشو ألفا. نعم، فهن اللي مسؤولين عن هيدا الشيء. ولو كان في عن جد منافسة ما كانوا قدروا يتلاعبوا بالمواطن بهالشكل. مثل ما نحن بنعمل كل حاجتنا اليومية، بنشتري من اللي بيناسبنا. اليوم عنا هالشي بقطاع الاتصالات أو الانترنت حتى. بعيدا عن التشبيه بسوريا، بالجزائر في مواطن بيقول لي شركة نجمة، ما بدنا نسمي، يعني كمان لما بيحترق الخط بيعبوا ب 500 دينار تلقائيا، وبيجي كمان بونس 500 دينار إضافي. قطاع الاتصالات بلبنان عايش بعالم آخر، يعني بكل البلدان العالم بيقدموا لك هيك باكج. خلي يجيب لنا شركة نجمة لهون على لبنان تنافس. نعم، بلكي بتحسن القطاع شوي. عطول في مميزات أكتر للشركات برا لأنه عم بتنافس. اليوم الشركات كلها خايفين تخسر زباينها، بينما لبنان منه خايفة من شيء. اليوم كل الأسعار على فاتورة الخلوي منفوخة، ما هيك؟ مزبوط. يعني كلفة الاتصال كمان، الأرضي يعني بالشبكة الأرضي كمان في أسعار منفوخة، هل صحيح الأمر؟ ما بس في أسعار منفوخة، اليوم الناس بدها خطوط للبيوت وما عم بتلاقي، هيدي المشكلة الأكبر كمان. يعني اليوم كتير ناس عم في قبل كانت متوفرة، بطلت متوفرة، خصوصي يعني في عدة مناطق مفقودة كليا، والوزارة ناطرين انه حتى يطلعوا أرقام جديدة وما عم بتطلع. خلينا ناخد فويس مسج. بخير مدام،
مدام انا عندي صيدليه وعندي مشترك بي اس ال من اوجيرو، الكوتا 40 جيجا بالشهر. وانا منزل ابلكيشن على التليفون بشوف الكونسبشن قد ايه صارف جيجايات كل يوم وكل جمعه لحتى ضلني ضمن ال 40 جيجا. امبارح كان 30 الشهر، كنت 75% صارف من ال 40 جيجا. اليوم وسكرت الصيدليه وفلت، اليوم فقت الصبح بواحد الشهر بعد ما في حدا، بعد الصيدليه مسكره، بعد ما في حدا كونكتد على الانترنت بالصيدليه، فتحت لشوف لقيت صارف 1%. في افهم هيدا ال 1% كيف طلع وما في حدا كونكتد، الراوتر مطفي لانه الكهرباء مطفيه بالليل وما في حدا عامل براوزنج على الانترنت، يعني عم ينسرق ومش عم يشتغل. بعتقد هيدا لان اذا كان عم يشوف على ابلكيشن اوجيرو فهي بتتاخر شوي لتاخذ الداتا عن جد قد ايه صرف، فبيكون هيدا السبب ال 1%، بس هيدا موضوع كتير صغير. طيب مجدي، عارف اليوم قد ايه في ناس عم بتغادر لبنان نتيجه الواقع بقطاع الاتصالات؟ يعني في شركات عم نسمع عم تغادر لبنان لانه الواقع متقهقر، لانه هالقطاع هو من اسباب تطور هالشركات. مزبوط، وأنا سمعت عن شركة مخصوم اللي هي لبنانية وراح صاحبها دبي قال ما فيني اشتغل بلا انترنت، انه اذا دي يجيب خدمة انترنت منيحة لعندي على الشركة بده يدفع اضعاف عن اللي بيدفعه بدبي. الله بفتح بدبي لو الكلفة اعلى هونيك، بس مستعد يدفع بكل بساطة، وكتير شركات مثله عملت هالشي. انتهى الوقت، في كتير من الأسئلة، بس بدنا نقول انه فعلا هلأ قايمة القيامة على قصة تسعير فاتورة الخلوي بالدولار وتسعير الخطوط مسبقة الدفع بالدولار. نحن بلبنان ولازم الدولة يعني تحدد الأسعار بالليرة، هيدا شيء لازم يكون، مش هيك؟ ولازم يطرح هالأمر، وان شاء الله التعميم اليوم اذا تصدر يكون هالشيء واقع. إن شاء الله نروح أبعد من هيك وينفتح سوق المنافسة ويصير في شركات هي عم تعطينا السعر بدل ما يتحدد من الدولة، لأن أكيد حيوطى السعر بشكل كبير، وحيكون هذا الشيء لخدمة المواطن بخدمة أحسن بكتير من اللي هلأ عم بياخده، سواء كان الموبايل أو سواء كان الانترنت على البيت البرودباند. عم نسمع هلأ صدر التعميم، يعني إن شاء الله بسيئ النهار وبالموجز بنسمع شو فيها التعميم، بس بدنا نقول هيدي فضيحة بحق الدولة اللبنانية اللي عم بيصير بقطاع الاتصالات، هيدي سرقة موصوفة للمواطن اللبناني، هيدا انتهاك لقانون حماية المستهلك اللي وضعته الدولة، قانون حماية المستهلك اللي بيحمي المستهلك والمواطنين كمان عم تنتهكه الدولة. أنا بدي أشكرك، ضوينا على قطاع الاتصالات شو عم بيصير فيه، الخبير بقطاع الاتصالات مجدي عارف، كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5. بختام هاللقاء أطيب الأمنيات مني نوالي شعبود، ليدا غانم والمخرج جورج العلية.